للمزيد بشأن آخر التطورات فيما يجري بقطاع غزة، معنا عبر سكايب من جنين عدنان الصباح، رئيس مركز جنين للإعلام، مرحبا بك. ومعنا كذلك عبر سكايب من القدس راسم عبيدات، الكاتب المتخصص بالشأن الإسرائيلي، مرحبا بك. على البداية معك تكون سيد عدنان، يعني غوتيريش ومن قرب الحدود مع غزة يجدد قوله إنه لا شيء يبرر الهجوم العنيف على القطاع، ومع هذا يصف البعض زيارته باليائسة وأنها لن تؤدي إلى أي ضغط على قوات الاحتلال. ما رأيك بهذه الأقاويل والتصريحات؟ ماذا جاء يفعل غوتيريش من نيويورك إلى بوابة رفح سوى أن يقول بعض جمل ثم يغادر ويترك غزة، ونترك غزة وتبقى غزة بين المقتلة والمقولة؟ فالعالم فقط يقول قال فلان وصرح فلان وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه لم يعد خيار من خيار أمام أهلنا في قطاع غزة سوى أن يديروا ظهرهم إلى العالم وأن لا يستمعوا للمقولة هذه وأن يأخذوا زمام أمورهم بمبادرة منهم أن يغادروا جميعا كل المنازل والبيوت والأماكن المأهولة ويجلسوا عصيان مدني بالجلوس في المنطقة التي أقامتها دولة الاحتلال وأسمتها منطقة عازلة بين غزة والأراضي المحتلة 48. ودون ذلك ستواصل دولة الاحتلال هذه المقتلة ويواصل العالم هذه المقولة. هذا غير واقعي وغير منطقي وخارج كل قوانين وأنظمة. هناك من ذهب إلى القول بأن زيارة غوتيريش تأتي في إطار تسويغه لتوصيفه المهني ومن أجل تسجيل موقف ربما يكون إنسانيا، إلى أي مدى ترى أن هذا قد يكون صحيحا؟ وهل يشكل فارقا مثلا فيما يحدث في قطاع غزة حاليا؟ إذا كان غوتيريش يريد أن يسجل موقفا لشخصه ولذاته كرجل نبيل بالأقوال، فالخطوة الوحيدة التي يمكن أن تقبل منه ليفعلها أن يقدم أوراق استقالته إلى هيئة ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة، وأن لا يقبل بالقيام بدور شاهد الزور المتواصل على هذه المقتلة الدائرة في قطاع غزة. دون ذلك فهو ليس أكثر من شاهد زور، وليس أكثر من شخص يتحدث بكلمات جميلة ودافئة عن شعبنا وعن مقتلتنا. هذا هو الحل الوحيد المطلوب من غوتيريش ومن أرجو غير غوتيريش. أن تتفضل بالبقاء يعني معنا يصرحون ويقولون ويصفون المقتلة التي تدور في قطاع غزة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عدنان. والتحليل وشعبنا هناك يذبح علنا على مرأى ومشهد من كل جهات الأرض. إن كنت تسمعني أستاذ عدنان أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، سأعود إليك بعد قليل ريثما أنتقل إلى سيد راسم وهذا السؤال. يعني مسؤول سيد راسم عبيدات مسؤول في البيت الأبيض يقول إن الحرب الوحشية على غزة تدفع واشنطن لمواجهة إسرائيل، أليست واشنطن هي من تمد الاحتلال بكل أنواع الأسلحة؟ ما المراد من مثل هذه التصريحات؟ تفضل. يا سيدي، دعنا نقول بشكل واضح أن صاحبة فكرة هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا هي من تقود الحرب عسكريا وأمنيا على شعبنا في قطاع غزة، ودولة الاحتلال هي الأداة التنفيذية في هذه الحرب الوحشية التي تشن على الشعب الفلسطيني. ولذلك هذه المواقف التي تصدر عن الإدارة الأمريكية هي للاستهلاك المحلي ولدر الرماد في العيون. الإدارة الأمريكية شريك في الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني، 100 صفقة للسلاح خارج إطار الصفقات الرسمية، بل هي كانت تجري من خلف ظهر الكونغرس الأمريكي. وأمريكا منذ اليوم الأول للعدوان على شعبنا الفلسطيني كانت تمد دولة الاحتلال بكل أنواع السلاح، 16 نوعا من السلاح بما في ذلك قنابل زلاند 2000 رطل، والتي تقوم بمسح مربعات سكنية كاملة بالإضافة إلى الصواريخ الموجهة والدقيقة في هذا الاتجاه. وأيضا هي قامت بتزويد الاحتلال بالذخيرة
للمدفعية من عيار نعم 155 مليمتر و120 مليمتر لقذائف الدبابات. وبالتالي عندما تحدث الإدارة الأمريكية كما كان القرار التي حاولت تصويبه في الأمم المتحدة والتباكي على نعم مصير المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي التي هي عطلت اتخاذ أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار حتى لدواعي إنسانية في قطاع غزة. وبالتالي هذه التصريحات لا تستقيم بما ينفذ على الأرض، هي تجري في إطار التحولات التي حدثت في الرأي العام العالمي، وفي ظل ما تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية من حالة فقدان الثقة سواء من العالم نعم وحتى من الشعوب التي باتت تنظر إلى الولايات المتحدة نعم الأمريكية بأنها هي الشريك المباشر في هذه الحرب العدوانية. ومن هذا المنطلق أنا أقول بشكل واضح أن من يتخذ الفيتو ويعطل قرارات الأمم المتحدة ويجعل من دولة الاحتلال هي معيار القانون الدولي وليس فوق القانون الدولي، هو لا يريد أن ينقذ لا أطفال فلسطين ولا المدنيين في فلسطين، نعم بل هو يقوم بتوزيع الأدوار مع دولة الاحتلال في أرجو أن الاحتلال في استمرار. تتفضل بالبقاء معنا أستاذ راسم، سأعود إليك بعد قليل من جديد. إليك أستاذ عدنان، يعني مجلة إيكونومست أكدت أن قوات الاحتلال في مرحلة ضعف على الرغم من كل الجبروت العسكري، وأنها خاسرة وغارقة في مستنقع غزة كما جاء في تقرير لإيكونومست. ما رأيكم في هذا التحليل وما المقصود منه؟ تفضل. نعم، هي خاسرة، ونحن قلنا دائما أن الهزيمة لا زالت متواصلة. الهزيمة الذي وقعت في 7 من أكتوبر المبارك لا زالت متواصلة حتى 169 يوم، حتى هذه اللحظة تتكرر هذه الهزيمة من موقع إلى موقع، ولا يملك الاحتلال ولن يملك إلا فقط أن يواصل الذبح والقتل والإعدام والاعتقال والهدم والتدمير. هذه هي الوسيلة الوحيدة التي بيده. نعم. ولذا قلت وأقول أن لن يحمي غزة إلا غزة، ولن يحمي شعب غزة إلا شعب غزة. حين يتحول 2 فارس 4 مليون إلى رجل واحد، جسد واحد، ويقف في مواجهة هذا العدو المجنون، هذا القاتل المأجور للولايات المتحدة، هذا الفاشي، هذا الذي يصنع العنصرية من جديد، هذا الذي يؤكد أن الفاشية والعنصرية ولدت صهيونية، وأن أصل الفاشية والعنصرية هي الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية سيدتها. وهذا هو الحل الوحيد، وانتظار أي حل لا من الأمم المتحدة ولا من المجتمع الدولي ولا من القانون الدولي ولا من اتفاقية جنيف حقوق الإنسان، لا جهة على وجه الأرض حتى هذه اللحظة بكل هذه المنظومة الدولية الكاذبة والفاسدة والمأسورة والمعتقلة من قبل الولايات المتحدة، والتي تعمل فقط وفقا لإرادة الولايات المتحدة. فإن على شعبنا الفلسطيني ومقاومته اليوم أن يدركوا أن أحدا لن يحمي غزة وشعب غزة إلا غزة وشعب غزة، وغير ذلك لا أمل ولا فائدة، وضحت وعليهم هذه أن لا يفترقوا الفكرة. وأن يتوقفوا عن النداء والمناشدة وانتظار المقولة أن تتحول إلى مفعلة، وهو ما لم يحصل على الإطلاق. نعم سيد راسم، من جديد اسمح لي أن أنتقل مجددا إلى سيد راسم، ابقى معنا سيد عدنان. سيد راسم، يعني إيكونومست قالت أيضا أن إسرائيل تعيش عزلة دولية بسبب جرائمها الوحشية على غزة. السؤال هنا، كيف سيكون أثر هذه العزلة وكيف يمكن الاستفادة منها كسلاح في هذه الحرب الدائرة والمتواصلة ضد المدنيين في عموم غزة؟ نعم يا سيدي، دولة الاحتلال لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال هي كانت تسيطر على الفضائيين الثقافي والإعلامي، وأيضا هناك سيطرة على الاقتصاد في العديد من الدول الغربية الاستعمارية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن في ظل الانكشاف لدولة الاحتلال وما ترتكبه من جرائم بحق شعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء من حرب التجويع والإبادة الجماعية والطرد والتهجير القسري، أعتقد أن هذه قد خسرت الشعوب الأوروبية
وبالتالي حدثت تحولات كبيرة في الرأي العام العالمي، ولم تعد السردية والرواية الإسرائيلية مقنعة ليس للشعوب الأوروبية، بل هناك تحركات في هذا الاتجاه حتى من الدول التي كانت داعمة أو شريكة للاحتلال، نجد أن هناك تغيرات في مواقفها. نعم بالمعنى عندما نقول أن كندا كانت داعم أساسي لدولة الاحتلال نعم وتقف دائما إلى جانبها، وهم من الدول التي وقفت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية عندما جرى شيطنة وكالة الغوث واللاجئين، نعم وأعلنت تعليق وتجميد مساهمتها في تمويل وكالة الغوث واللاجئين، ولكنها بعد انكشاف حقيقة هذا الموقف وأن ما يجري في إطار عملية الشيطنة لوكالة الغوث واللاجئين، إعادة تمويل وكالة الغوث حصتها لوكالة الغوث واللاجئين، نعم وأخذت قرارا بوقف تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال. وكذلك هناك 4 دول أوروبية على هامش اللقاء الذي عقد للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إسبانيا وأيضا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا، قالت بأنها ستعترف بالدولة الفلسطينية نعم في الظرف المناسب. وهذه التحولات التي نشهدها تؤشر إلى أن دولة الاحتلال، وخاصة بعد توقف الحرب، سيشهد طوفان من عمليات رفع القضايا على جيش وجنود الاحتلال نعم وقادته بتهم ارتكاب الإبادة الجماعية في محكمة الجنايات الدولية. ولذلك لم تعد قضية الهولوكوست ولا قضية اللاسامية هي من القضايا التي تقنع المجتمع الدولي وتقنع بأن دولة الاحتلال هي واحدة الديمقراطية وأنها الدولة المظلومة في هذه نعم المنطقة. ولذلك أنا أعتقد بأن دولة الاحتلال تتعمق أزماتها الداخلية، وعلى الصعيد الخارجي هي نجد أن هناك عزلتها تزداد على الصعيد الدولي في هذا الاتجاه. نعم أرجو أن تتفضل ولذلك بالبقاء معي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي ودعنا نشرك الأستاذ عدنان في ضوء السياق الذي ذكرته سيد راسم. يعني سيد عدنان، الأستاذ راسم يقول إن يعني إسبانيا تؤكد اتفاقها مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على الاعتراف بدولة فلسطينية. السؤال هنا لإتمام هذه الفكرة، إذا ما تمت هذه الخطوة كيف سيكون أثرها على الحرب؟ وما السبل لحشد تأييد دولي يدعم هذه الخطوة؟ لم أستمع جيدا لما قاله أخي راسم، الأستاذ راسم ولكن أنا تحدث أقول لك عن توجه مع دول الاعترافات أوروبية، إن كنت تستمع إلي سيد عدنان، الأستاذ راسم تحدث عن توجه مجموعة من الدول الأوروبية لاعتراف من جانبهم بدولة فلسطينية، وسألتك إذا ما تم هذا الأمر كيف سيكون أثر هذا الأمر على الحرب حال تم هذا الاعتراف من هذه الدول الكبيرة؟ وما السبل لحشد تأييد دولي يدعم خطوة إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا وربما دول أخرى تنضم إليهم لاحقا؟ يعني حتى وصلنا إلى حكاية الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، دفعنا ثمنها ودفعنا قضيتنا، وإلى أن نصل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية في الوهم والخيال سندفع ما تبقى منها. أنا أعتقد أن هذا كما قلت لك هذا جميعه مقولة، مقولة كاذبة فاشلة تافهة سخيفة. ما نحن لا نريد اعتراف الآن، اليوم نحن نريد وقف دم شعبنا، نعم نريد وقف المذبح، ثم تعترف ما تعترف يجعل أقلع اعترفت، هاي أرضه غصب عنك وعن أبوك، ليش يعترف وما يعترف؟ احنا مستنى حدا يعترف فينا؟ ما في عندنا قرار اسمه 181 معترف فينا، تفضل اطلب يا إسبانيا ولا يا ألمانيا ولا يا أي من كان منكم يتفضل يقدم طلب لمجلس الامن ينفذ قرار 181 194 اللي نفذ نصه ضد شعبنا واقام دوله الاحتلال ونيمه. هذا هو المجتمع الدولي، تعترف بدوله فلسطينيه وينها؟ اعلن حدودها مش هتعترف بيها، قدم لها الدعم، احميها، احمي اطفالها نسائها شيوخها، ودي لها دواء، ودي لها مي مي مي، لا غذاء لا ماء لا دواء لا غطاء لا رداء لا ضوء. ايش تعترف بدولي بلا كذب؟ عاد خلاص، انا اقول مره اخرى لاهل غزه، اخرجوا جميعا من بيوتكم واذهبوا للجلوس في الارض العازله واعلنوا العصيان، ولا تسمحوا لجندي صهيوني من الاقتراب من طفل من حذاء طفل منكم،
هب بوجهه كتلة نعم واحدة، فليس بعد الموت موت. أستاذ راسم، الأستاذ عدنان يرى أن هذه القرارات الدولية هي قديمة حديثة ولن تضيف شيئا في ظل حمام الدم المتواصل ووقف سيل الدم الفلسطيني النازف في قطاع غزة. وإكمالا على ما بدأه السيد عدنان، وجه لك هذا السؤال سيد راسم، يعني المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان، الأورو المتوسطي وصف جرائم الاحتلال في غزة بأنه تصعيد خطير لجريمة الإبادة الجماعية القائمة بالفعل في غزة. السؤال، إلى أي مدى يمكن البناء على هذه المواقف للتوجه فعلا لمحاكمة قوات الاحتلال ولو بعد حين؟ يا سيدي، صحيح أن المسألة الأساسية الآن هي لوقف المجزرة والمذابح التي تجري بحق شعبنا الفلسطيني، ولكن تداعيات ومفاعيل هذه المجزرة هي يجب الاستفادة من التحولات التي تحدث على الصعيد العالمي. ونحن ندرك تماما أن القرارات الدولية في ظل الهيمنة والسيطرة الأمريكية على المؤسسات الدولية هي التي تجعل من دولة الاحتلال دولة فوق القانون الدولي، وبالتالي هي تمنع أي عقوبات قد تفرض عليها أو قرارات قد تتخذ بحقها. ولكن نحن نقول بشكل واضح أن ما يجري من تغيرات في على المستوى العالمي، ووجدنا بالأمس كيف أن هناك فيتو مزدوج اتخذته روسيا والصين ضد القرار الأمريكي الذي كان يسعى لتمريره من أجل إطلاق يد الاحتلال باستمرار ارتكاب المجازر في بحق شعبنا في قطاع غزة. وبالتالي هذا الحشد والاستفادة من المتغيرات يجب أن يكون الداعم الأساسي لقضيتنا الفلسطينية. اليوم ربما لا نستطيع أن نحاول في ظل الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع حماية دولة الاحتلال، ولكن في المستقبل وفي ظل ولادة نظام متعدد الأقطاب قد تصبح هناك تغييرات حتى على تركيبة مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يتم إخضاع دولة الاحتلال إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاكمة قادة الاحتلال وجنوده وضباطه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولذلك لا يجب أن نغفل هذه القضايا بالمطلق. نحن ندرك أنه هذه القرارات هي لدينا 957 قرار من المجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لم يجري ترجمة أي منها لصالح الشعب الفلسطيني، في ظل أن أمريكا تتغول على المؤسسات الدولية وتحاول تجيرها لصالحها ولصالح دولة الاحتلال. ولكن الصفعة التي وجهت للولايات المتحدة الأمريكية بالأمس بالفيتو المزدوج الروسي الصيني يثبت بأن هناك تغيرات تجري في العالم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دولة الاحتلال عايشان في مأزق في هذا الاتجاه. ولذلك تأتي تصريحات بلينكين وبايدن في هذه القضية، هو ندرك أنها في إطار توزيع الأدوار مع دولة الاحتلال، ولكن هناك أوضاع داخلية أمريكية ضاغطة، هناك انتخابات أمريكية، وهناك تحول حتى في الشباب الأمريكي ضد دولة الاحتلال. 52% لم يعدوا من الناس الداعمين لدولة الاحتلال في هذه القضية، وهذا حجم الجرائم المرتكبة في قطاع وضحت غزة. الفكرة. تفضل. لك أن تتمم موضوع حجم الجرائم لأن الوقت أدركنا. باختصار تفضل سيد راسم. حجم الجرائم يا سيدي المرتكبة في قطاع غزة غير مسبوق لا في التاريخ القديم ولا في الحديث. حتى عندما دمرت تعرضت المدن الألمانية للدمار، حجم الدمار الذي لم يلحق بقطاع غزة، القنابل التي ألقيت على قطاع غزة 5 أضعاف القنابل الذرية التي ألقيت على ناغازاكي وهيروشيما. هناك غزة تتحول إلى بلد غير قابل للحياة بفعل ما يقوم به الاحتلال من استخدام الأسلحة الفسفور الأبيض والفسفور الأصفر والأسلحة المحرمة دوليا في هذا الاتجاه. ولذلك هذا يغير في اتجاهات الرأي العام العالمي بشكل كبير جدا، والتي يجب أن يبنى عليها والاستفادة منها في هذا الاتجاه. راسم عبيدات الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر سكايب من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا رئيس مركز جنين للإعلام جنين السيد عدنان الصباح، كنت
معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.